الولاد، السلام عليكم. واش الحاله؟ صافا راكم؟ لا ندور البوبينه من ادغال القريه الحزينه. بون، جيتكم هذا الموضوع اليوم هو الفقاقير تاع لي زالمان، الناس اللي عايشه في المانيا في مدينه بريمن. هاو عندنا خبر مفرح ان شاء الله، وان شاء الله ربي يفرح الجميع. ونقطه برك، هذا هو ممكن هذا هو اخر فيديو. الا زدت فيديو نزيد واحد ومن بعد خلاص نحبس قاعد المواضيع تاع الهجره مده طويله، كاش 3 شهور ولا 4 شهور نحبس هذه المواضيع هذه باش يكون في علمكم. يعني مواضيع تاع الهجره هذا خلاص راح نغلق صفحه معهم. المهم اخوه اللي عايشين في الالمان في بريمن، هاني جبت لكم خبر يفرح، اللي هو يعني في مدينه بريمن هم يسووا الوضعيه للحراقه اللي عايشين غير في مدينه تاع بريمن. وش لازم لك؟ لازمت لك دليل باللي انت راك عايش في المانيا 18 شهر. والدليل هذا وش هو؟ البصمه، يعني لا راك باصم في بريمن هذه مده 18 شهر، وعندك عقد عمل فيه على الاقل 3 سنين، ولا عقد تاع ستاج تكوين فيه اكثر من 3 سنين يعني، وعندك الدليل باللي راك في بريمن، يعني غير بريمن ماشي شتوتغارت ودريسدن، وغير في الناس اللي عايشين في بريمن، لانه بريمن هذه مدينه صغيره. انا نعطيكم تفاصيل باختصار، والمزيد من المعلومات تصلوا بالاخوه اللي ساكنين في بريمن واللي عايشين في الالمان، هم يفهموكم. راني نستنى برك واحد الفيديو يجيني ان شاء الله فيه واحد 10 دقائق من عند الاخ زكريا، عايش في بريمن، يعني هو يفهم كلش ويوضح كلش في هذا الفيديو تاع 10 دقائق. راني نستنى فيه برك، مكتاش يبعث لي لا فيديو برك في نهايه الاسبوع ولا بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. المهم هذا بكم تبارطاجيو هذا لا فيديو الاخوه اللي عايشين في المانيا، يعني كاش واحد عايش في بريمن وعنده الدليل باللي راه في بريمن اللي هي البصمه، يعني اللي مبصم و داير لازي اللجوء وعنده عقد عامل تاع اكثر من 3 سنين ولا 16 تاع عقد تاع 16 تاع اكثر من 3 سنين. اصبروا دقيقه، قلت لكم لي عنده عقد عمل فيه 3 سنين ولا 16، عقد تاع 16 فيه اكثر من 3 سنين و 18 شهر هو في بريمن، يعني اي واحد خارج بريمن يروح يقدر يروح يجرب زهره، ولكن مش عارف لا يقبلوه ولا ما يقبلوش. ما عندك جواز سفر يقبلوك، راك فاهم؟ ما عندك جواز سفر وعايش في بريمن، تروح للسفاره تاع الجزائر ولا المغرب ولا تونس، يعطوك وثيقه تثبت باللي انت هو هذا الصحش، يعني يعطوك وثائق ما كاش مشكل، يعطيو لك جواز بروفيزوار تاعهم قهوي مانيش عارف اسمه، هذا القانون اسمه 5/25/5 بالالمانيه والله ما قدرت نحفظه، شفايش تخيش بيش هكذا وخلاص. هكذا هذا فيديو باختصار يعني للاخوه اللي عايشين في لي زالمان، وان شاء الله ربي يفرج على الجميع. وكي يوجد الفيديو تاع صديقي اللي عايش في المانيا يسجلوا ويبعثوا لي تاع 10 دقائق ولا راني نحطه لكم، وتهلاو في روحكم وبارطاجيو هاد لا فيديو، خلي الناس يعني هاد القانون الجزائري المغاربة توانسة اللي قال لي للجميع كاع يديك هاد القانون، وعنده صحابو ديجا هم دارو كواغط وراحو للمغرب، يعني يعطيو لك 3 شهور 6 شهور و6 شهور، يعني في الخطرة 6 شهور ومن بعد يعطيو تقدر دوموندي تاع 3 سنين واقيلا. هكذا اللي جان فيديو خفيف هذا، يعني تاع 4 دقائق ما نزيدش، وباختصار حتى يوجد الفيديو تاع صديقي من بريمن الشقيقة ونبعثه لكم إن شاء الله تشوفوه. باقيكم على خير وإن شاء الله تكونوا كاع ملاح. قبل ما نروح نقول لكم كولو دانوس كارا في المستاش، ونشوفكم إن شاء الله في القرية المردومة عن قريب. السلام عليكم، تحياتي للجميع. إيش بن أيف خشت خلوخش.